السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنحل ونكمل أسئلة كتاب الباهر. النهاردة يا ولاد إن شاء الله بأمر الله هنحل صفحة 180 و181 و182. بس في الأول تعالوا نعرف الجرامر اللي كان موجود عندنا في الصفحة دي، اللي هو كان إيه يا تيتشر؟ كان adjectives والادفرب. تعالوا نشرح بالورقة والقلم ونشوف إيه الفرق بين الصفة والظرف. باختصار شديد كده يا أولاد، أنا عندي كلمتين، واحدة اسمها adjective يعني الصفة، والكلمة التانية اسمها adverb يعني الظرف أو الحال. طيب إيه الفرق ما بينهم يا ميس؟ أول حاجة قال لي الصفة دي بتصف الاسم، تصف الاسم. يعني إيه تصف الاسم؟ يعني أنا عندي مثلا ولد اسمه بوي، عايز اديك معلومات اكتر عن الولد ده، عايز اعرفك حاجه عنه كمان، عايز اوصفه لك، فانا هقول لك tall boy يعني ولد طويل. يبقى انا وصفت مين هنا يا ولاد؟ وصفت الولد بانه طويل، يبقى tall دي هي الصفه. يبقى انا كده عندي الصفه تصف الاسم، وجت فين بقى؟ جت قبله. طيب حاله تانيه ليها، ممكن اقول لك he هو is يكون طول طويل، يبقى انا عندي برضو هنا طويل اهي صفه، جت فين بقى؟ جت بعد فيرب بي. بس يبقى الحالتين الموضعين اللي بتيجي فيهم الصفه يا قبل الاسم يا بعد فيرب بي. يبقى انا خلاص عرفت، لو جاب لي اسم كده يبقى انا محتاجه قبله صفه، لو جاب لي از او ام او ار، ما هو ده فيرب بي، ام واز وار، يبقى انا برضو محتاجه بعده صفه. يبقى تاني يا اولاد الصفه تصف الاسم وتاتي قبله. تاني هنكتب ونقول الصفه تصف الاسم وتاتي قبله او بعد فيرب بي. الصفه تيجي قبل الاسم على طول. بيج كار عربية كبيرة، بيج ستار نجمة كبيرة، شورت جيرل بنت قصيرة، هابي فاميلي أسرة سعيدة. يبقى أنا كده بوصف الاسم، بجيب الصفة قبل الاسم. طيب الظرف بقى، الظرف ده بعرفك طريقة فعلي لفعل معين. أنا بعمله إزاي؟ بعمله بسرعة ولا بسعادة ولا بحزن ولا يعني بيصف الفيرب. يبقى الادفيرب حتى نعرفه أهو فيرب، ادفيرب ادفيرب، يبقى الحال يصف الفعل ويأتي بعده، بعد أي فعل ما عدا بيه، بعد أي فعل ما عدا بي. طب بيكون شكله إزاي؟ لا ما تستغربهوش، ده هو أصلا بيكون صفة وبضيف لها ال واي بس كده. يعني يا ميس أنا عندي ساد حزين، حط لها ال واي بقت سادلي كده، الظرف بالظبط كده ساد سادلي. طيب مثلا لو عندي صفة آخرها حرف الواي زي هابي، هعمل إيه؟ هشيل الواي وخليه اي واحط ال واي، بقت happily بسعادة. طب تعال نشوف مثال، احنا هنا كنا بنقول مثلا tall boy او sad boy، هقول لك مثلا علي sings علي بيغني sadly بحزن، يعني علي ده حزين؟ لا علي مش حزين، يبقى علي sings sadly، علي بيغني بحزن، هو علي مش حزين، لا ده هو طريقة الغنى بتاعته بيغني بحزن. بس أنا وصفت، مش وصفت علي كله على بعضه، لا أنا وصفت بس طريقة الغناء بتاعته. أقول لك مثلا ندى walks quickly، quick
احط لها ال واي كويكلي. ندى بتمشي بسرعه، يعني ندى دي سريعه؟ لا هي مش سريعه، هي ممكن تكون بتتكلم ببطء، بتاكل ببطء، بتعمل حاجات كتيره قوي بطيئه، بس مشيتها سريعه. يبقى انا وصفت المشي بتاع ندى انها بتمشي بسرعه. طيب يعني يا مس اي صفه نحط لها ال واي تبقى ظرف؟ لا، عندنا بعض الحاجات طبعا شاذه، عندنا في الانجليش كل قاعده ليها شواذ. يعني مثلا عندي فاست سريع، طب بسرعه اسمها فاست برضو. عندي حاجات كتير قوي، بس الاكثر يعني شهره والاكثر واحده بتلخبط وتجيلي دايما وتتكرر في الامتحانات جود، تبقى ويل. الظرف اسمه ويل. اقول لك مثلا علي بلايز، طالما هوصف اللعب بتاعه يبقى انا عايزه الظرف ويل. علي بيلعب بشكل جيد، لكن علي جود بلاير، لاعب جيد. طالما جبت وصفت علي كله يبقى اقول جود. يبقى ده كده من الاخر يا اولاد. هقول لك لو عندك نقط وبعدها هنا اسم يبقى لازم هنا احط صفه. لو عندك فيرب بي ام او از او ار يبقى بعدها لازم احط صفه. لكن يا اولاد لو عندك فعل والنقط بعده وخلاص كده قفلنا يبقى هنا لازم ظرف. فعل والنقط بعده يبقى لازم ظرف. خلاص يا اولاد هنحل دلوقتي اسئله ونشوف اللي احنا قلناه. نركز في الجزئيتين دول، لو جاب لي الاسم بعد النقط يبقى انا محتاجه صفه، او لو بعد فيرب بي يبقى انا برضو محتاجه صفه، لكن لو جاب لي فعل والنقط بعده يبقى انا محتاجه ظرف، لان الظرف بيصف الفعل. يلا نشوف الاسئله. دي حبايبي صفحة 180، تعالوا نشوف. بيقولك read and choose the correct answer from A, B, C or D. أول سؤال يا ولادي بيقول لي إيه؟ My friend is not a person. أهو جاب لي إيه هنا؟ جاب لي اسم person يعني شخص. يبقى أنا محتاجة إيه يا مس؟ محتاجة صفة. فين الصفة؟ دي ظرف آخرها L و Y، ودي كمان ظرف آخرها L و Y، ودي بيتضاف لها ER. أنا مش بقارن هنا، هي صحيح صفة بس بيتضاف لها ER في مقارنة، مش هتنفع معايا أهي. nice بس. يبقى my friend is nice person، صديقي شخص لطيف وخلاص كده. طيب number two، my sister says I sing، أختي قالت إني أنا بغني، أهو verb أهو sing يغني. يبقى أنا محتاجة إيه بعد الفعل؟ محتاجة ظرف. طب worth دي صفة، good دي صفة، bad صفة، الظرف اللي هو آخره L و Y، يبقى أنا محتاجة الظرف ده. طيب زمان open the door، الراجل فتح الباب. انا هنا محتاجه ايه يا ولادي؟ خلاص اهي النقط في الاخر، وادي opened فتح، مش لازم يبقى الفعل قبل الظرف على طول، لا عادي، بس المهم ان انا هوصف طريقه فتح الراجل للباب. يبقى انا محتاجه ظرف. فين الظرف؟ الاخر اللي هو بس كده. ادم drove the car، ادم بيسوق العربيه او سائق العربيه. عايزه ايه يا مس؟ عايزه ظرف. الاخر ال واي؟ لا، ما هي كلمه فاست لسه المس قايله لنا من شويه ان كلمه فاست دي الظرف منها اسمه فاست برضو، يبقى اهو فاست. امال فاست دي ايه؟ لا دي مش ظرف. خلاص معانا يا اولاد صفحه 181. تعالوا نشوف listen and write t true or f false. الإجابة الأولى my family and I want to go on a trip، true صح. I can't take a friend، false. We can swim at وادي دجلة، false. You can see lots of animals in وادي دجلة، true. السؤال الثاني يا ولاد بيقول لي read and match، اقرأ ووصل. The natural trail trip الرحلة اللي بتكون في منتزه طبيعي sounds like fun. هنحط هنا يا ولاد رقم بي ونقول لها باي باي. طبعا معلش على الشخبيطين، كنت حل الدرس مع أولاد في الدرس عندي. وبعدين he swims well، هو بيسبح بشكل جيد، يبقى he is a good swimmer. يبقى هنا يا ولاد رقم دي، نقول لها باي باي يا دي. طيب جانا speaks politely، جانا بتتكلم بأدب،
يبقى she is a polite girl، يبقى هي بنت مؤدبة. باي باي يا سي. It was raining، المطر بتمطر، يبقى very heavily، بشدة. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده يا شطار، بيقول لي ايه. read and choose the correct answer. she walked، walked بتمشي، انا عايزه اوصف طريقه مشيها، يبقى على طول ظرف slowly. he did his homework، برضو عايزه اوصف طريقه عمله لواجبه، عايزه اوصف did ده الverb، يبقى happily. سلمى runs quickly، سلمى بتجري بسرعه اهي، بعد الفعل جاب لي ظرف، يبقى هو هنا عايز ايه الصفه؟ quick، صفة اسمها quick، حطنا لها ال y بقت quickly. طيب بعد كده جيلان speaks، هنا عايزة اوصف طريقة كلامها، بتتكلم politely بأدب، she is a polite girl. طيب بعد كده يا ولاد بيقول لي my dad speaks Spanish really، بابايا بيتكلم اسباني، عايزة اوصف طريقة كلامه للاسباني، يبقى ظرف يعني will. طيب حاتم is a نقط designer، حاتم is عايزة هنا بقى اسم، عشان جاب لي الاسم اهو بعده، يبقى انا عايزة صفة، هجاب لي الاسم اهو designer، يعني مصمم، اللي بيصمم الحاجات. طيب يبقى clever، clever designer، مصمم ماهر. شوف الصفحة اللي بعدها يا ولاد. طبعا يا ولاد الدرس التالت ده ملغي، مش تبعنا، فاحنا مش هنحل الأسئلة بتاعته، هنعديها عشان محدش يدور على الصفحات. read the following text and answer the questions، اقرأ التكست ده وأجب على الأسئلة. هاي دينا، يبقى ده إيميل، واحدة بعتها لصاحبتها دينا بتقول لها هاي دينا. the natural trail trip sounds like fun and I really want to go، وأنا فعلا عايزة أروح. I think the blue lagoon is fine، أعتقد إن البحيرة الزرقاء جميلة. because we can swim and dive، عشان هنقدر نسبح ونغطس. I can swim quickly، أنا بقدر أسبح بشكل سريع. but you are very brave، بس أنت شجاعة. I just talked to my mom، أنا بس اتكلمت مع مامتي لسه دلوقتي. and the weekend، وهتكون الأجازة يوم 2021 جولاي، is good for me، مناسبة بالنسبة لنا. She's going to call your mom، ماما هتكلم مامتك، to check everything، عشان تظبط معاها كل شيء. طيب ايه الأسئلة يا ولاد؟ بيقولي the underline word fine means، كلمة fine معناها good. طيب بعد كده the writer can swim، الكاتب الكلام ده يقدر يسبح quickly، بسرعة، swim quickly. طيب where are they going، هم هيروحوا فين؟ هيروحوا as a natural أو to a natural trail trip، رحلة to the natural trail trip أو a natural trail trip، نزهة في منتزه طبيعي. why do you think the blue lagoon is fine، ليه blue lagoon was fine، هنكتب من أول هنا يا ولاد، because we can swim and dive. طب هو يا ميس ينفع نقول انهم هيروحوا لبلو لاجن؟ هي لسه بتقول لها I think، اعتقد، يعني هي دي بتديها رأي، وهي طلبت منها تاخد رأي، بس لسه ما عرفناش هم هيروحوا فين، لكن الاكيد انهم هم هيروحوا natural trail اللي هو منتزه طبيعي. هيختاروا بقى حاجة من الاثنين، البلو لاجن او وادي دجلة. طيب تعالوا نشوف اللي هنا، قلنا الاجابة دي يا ولاد رقم because we can swim and dive، because can swim and dive. طيب نشوف يا اولاد الجزء اللي خاص بال رقم 5، بيقول لي it was، هنا بيقول لي reorder the words to make correct sentence. it الاي كابيتال طبعا بدأنا بيها، الخط واضح. it was a sunny day، it was a sunny day، وحط full stop. طيب رقم اتنين، علي is a brave driver، سائق شجاع، حط فلسطوب. وبعدين دينا
دينا and ريم both. يعني ايه both يا ميس؟ يعني كلاهما، هما الاثنين دينا وريم كلاهما like swimming، بيحب السباحة. طبعا بص هنا لازم تيجي بعد الاثنين. طيب الجملة الأخيرة she spoke، هي اتكلمت English، لازم will ده ظرف يجي في الآخر will بشكل جيد. she spoke English well. طيب اللي بعده يا أولاد بيقول لي write a paragraph about natural trail weekend. تعالوا نشوف هنكتب ايه في الباراجراف ده. انا ممكن اتكلم له عن اسرتي انها رايحه منتجع طبيعي. my family and I want to go on a trail to وادي دجله or a blue lagoon or the blue lagoon. يبقى انا اول جمله عندي هكتبها يا اولاد my family and I want to go on a trail to وادي دجله or the blue lagoon at دهب. الاثنين دول موجودين في دهب اصلا. طيب mom said I can take a friend، مامتي قالت لي تقدر تاخد حد معاك. and I want to take احمد، وانا عايز اخد احمد. in blue lagoon في البحيرة الزرقاء دي we can swim and dive، we can swim and dive. ممكن يا ميس ناخد حاجات من هنا من الفقرة اللي موجودة فوق؟ اه ممكن يا ولاد، عادي جدا اهو، ممكن نقتبس منها اي حاجة. طيب بعد كده ممكن نقول له in وادي دجلة we can see animals، in وادي دجلة we can see a lot of animals. They two are very nice، الاتنين حلوين جدا. I can't choose، انا مش قادر اختار. I can't choose، مش قادر اختار، او ممكن اقول I can't decide، مش قادر اقرر احنا هنروح فين بالظبط. ده كان يا ولاد الباراجراف. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامة.